مش عايزه اجيب سيره حد وحياه ربنا، بس خلاص بجد بتكلم، هم بس الناس بجد هتجيب واحنا بتكلم، هنتكلم انا وانت والناس لا هتجيب. لا بس وحياه ربنا بتكلم بجد عشان الناس تستفيد مش عشان حاجه. طب زي مثلا الفنانه سميه الخشاب، مع كل التقدير والاحترام، كنا حاسين انكم داخلين في تدين قوي، او دي حقيقة. اوكي، ايه بقى اللي يعني ايه اللي بوظ ده؟ لا هو المشاكل كتير هقول لك ولا؟ على حاجة. طبعا انا يعني هو انا بحب دايما دايما يعني لما اتكلم على حد ما اتكلمش على لسان اللي ده، بتكلم على انا حالي انا. فانا اكيد اكيد انا ما كنتش يعني في الفترة دي انا كنت داخل متدين قوي يعني قوي، وكنت لسه بقى يعني حتى انا كلمتك في التليفون، عملت معاكي مداخلة، قلت لك انا كنت بعمل حاجات وحشة كتير وبقيت شخص تاني وعايزة اتوب بس. فايه فده كانت بتمر عليا مرحلة بقى ايه، مرحلة روحانية جدا. بس متلخبطة ولا لا كانت مرحلة روحانية جدا، او جاي من اكستريم قوي اكستريم قوي، فرحت اكستريم رحت قوي اكستريم بالظبط. وانا اصلا كنت شخص كده يعني، انا دلوقتي بس ستيبل، انما طول عمري حياتي في النص؟ انا اصلا شخصية اكستريم جدا، ابيض واسود بس، ما عنديش في الرمادي. فلقيتها بقى اتقابلنا، كنا بنعمل الاغاني، وهي كانت ماسكه السبحه. انا شفت السبحه يعني اتبسطت، وانا كنت ماسك السبحه. السبح طلاقت بقى مع بعض، بس بقى السبحه اتقطعت بعد كده عشان شخصيات مختلفة ملهاش شخصيات علاقة مختلفة تماما، ملهاش علاقة انتوا ملهاش علاقة متدينين لا أو لا لأ. لا ملهاش علاقة خالص. يعني هو زي بيقول لك مثلا مريض الكلى ممكن بيصلي، بس مريض برضه يعني الصلاة ما لهاش دعوة ممكن انت برضه يا حالتك أحمد، عاملة ممكن ازاي. يا أحمد برضه يكون السرعة، ودي برضه حاجة، دي حاجة برضه خطيرة، كلنا برافو عليك. كلنا بنغلط بس فيها هي دي بس هي عشان زي ما يطلعش إشاعات، والله كل ايوه الفنانين بس عشان ما يطلعوش إشاعات أو بتاعي يروح إيه متجوز على بصوا طول خلي بالك عشان الناس بتطاردك